خلونا ناخد معانا على التليفون بكل الترحيب دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين الكرام. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله بخير الحمد لله. بالتاكيد مما لا شك فيه تابعت النهارده المؤتمر ويمكن اتفرجت عليه مرتين ثلاثه بعد كده على يوتيوب. طبعا. طيب قول لي بقى ابرز حاجه لفتت نظرك ايه وبعدين هبدا اسالك على شويه حاجات كده. طيب خليني اقول لحضرتك طبعا انا يعني في غايه السعاده ان احنا يكون عندنا الشجاعه الكامله ان احنا نعرض مش بس للمواطن المصري ولكن للعالم كله عن كافة الملابسات الخاصة والتداعيات الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، سواء من حيث عرض لنقاط القوة في الاقتصاد المصري أو حتى على مستوى التحديات، بجانب طبعا وضع خطة للتعامل مع هذه التداعيات. ويمكن حتى يعني معالي رئيس الوزراء كان بيقول ان احنا حاطين كذا سيناريو، لكن احنا يمكن بنتوقع السيناريو الأسوأ. أيوة. بحيث ان لو حصل الافضل يبقى احنا عاملين حسابنا لكل التوقعات. مش معنى ان احنا بنتوقع الأسوأ ان احنا ده اللي عاوزينه، لكن احنا لازم ان احنا نبقى حاطين كل الاحتمالات امام اعيننا. كمان يمكن اللي احنا شفناه النهارده ما شفناش يمكن على مستوى دول العالم، ان في دوله يمكن تحدثت بنفس الصوره اللي تحدثت بيها الدوله المصريه. وده يحسب، لان احنا شايفين التاثيرات السلبيه مش على مصر بس ولكن على العالم كله. لكن دايما هنلاقي ان مثلا في الولايات المتحده الامريكيه هنلاقي الفيدرالي، هنلاقي رئيس الجمهوريه او رئيس الولايات المتحده يتحدث في مرات متفرقه، هنلاقي بريطانيا نفس الوضع، في المانيا نفس الوضع، في بعض الدول العربيه وهكذا. لكن فكره ان احنا نشوف الحكومه عامله مؤتمر صحفي بتدعو وكالات الانباء العالميه، يبقى هناك حديث مش بس من جانب رئيس الحكومه، لكن احنا كمان شايفين ازاي ان وزاره الماليه موجوده، شايفين وزاره التموين موجوده، التعاون الدولي، التخطيط وغيرها من الوزارات الاخرى، بحيث ان يكون هناك مساحه للرد على كافه التساؤلات ويكون في عرض للخطه اللي الدوله ممثله في الحكومه وضعتها، واللي كان فيها يمكن نقاط غايه في الاهميه. يعني يمكن انا طبعا تفاصيل كتير، بس خلينا نقول على نقطه مهمه جدا وهي مرتبطه بالقطاع الخاص، واحده من اهم النقاط اللي تم ذكرها. وكمان فكره ان الحكومه يكون عندها من الشجاعه ان هي تقول احنا ناويين نتخرج من عديد من المشروعات وان احنا هنترك المساحه للقطاع الخاص. ده بيرد على كتير من المشككين على امر التزاحم وان الدوله لا، لكن احنا بناكد، ويمكن فخامه رئيس الوزراء كان بياكد ان في فتره كنا محتاجين ان الدوله تبقى موجوده. طبعا في فتره المستثمرين كان عندهم تخوف ان هم يبداوا مشروعات. طيب احنا الدوله ديت يعني ازاي ما كانش هيتعمل فيها مشروعات للطاقه؟ ما كانش ازاي هيتعمل مشروعات للطرق والمواصلات؟ ازاي المشروعات الخاصه بالغاز الطبيعي، مشروعات خاصه بالاسكان وغيرها؟ فكان مين المستثمر المحلي؟ مين المستثمر المحلي او حتى المستثمر الاجنبي اللي كان ممكن يجي في 2014 يستثمر في مشروعات بنيويه او البنيه التحتيه في مصر؟ مين يا استاذ يوسف لو حضرتك تسمح لي، يعني انا مش عاوز افكر الساده المشاهدين بحاجات، لكن خليني اقول ان كان في رجال اعمال كانوا بياخدوا فلوسهم من مصر وبيروحوا يستثمروا في دول ثانيه. حصل بدون ذكر اسماء، يعني احنا كلنا بس احنا يعني يمكن في ناس او البعض مننا بينسى امور زي كده، لكن لا، في مستثمرين مصريين كانوا بيسحبوا فلوسهم من السوق المصري ومن الاقتصاد المصري. حصل. وبيذهبوا بيها للاستثمارات في دول اخرى. ما بال حضرتك بقى ان يعني طب والدوله ديت هتتحرك ازاي؟ فالحكومه والدوله كان لازم تبدا هي المشروعات عشان تدي الثقه للمستثمر المحلي قبل حتى المستثمر الاجنبي ان هو يستثمر في هي بلد. كانت اعطاء ثقه وتمهيد للارض الاقتصاديه علشان تبقى صالحه للاستثمار. ما هو برضو مش بس بقى مين المستثمر المحلي ولا الاجنبي اللي كان هيجي يستثمر في البنيه التحتيه في مصر، لا، هو مين اللي كان هيجي يستثمر في مصر اصلا في وجود بنيه تحتيه شبه معدومه؟ ده بنيه تحتيه معدومه، ملف الطاقه
اللي كان عندنا فيه مشاكل بالجمله، ما هو برضه مين هيعمل مصنع وكهربه بيوت اساسا ما بتوصلش وبتقطع بالسبع ثمان ساعات، صح. مشاكل مرتبطه باحتياطي اجنبي، مشاكل مرتبطه بمعدات نمو اقتصادي، مشاكل مرتبطه حتى بعدم استقرار امني في الفتره ديت، وكنا بنحارب الارهاب، ومشاكل كبيره جدا. كان مناخ الاستثمار في مصر للاسف الشديد في الوضع ده كان في غايه الصعوبه، علشان نهيئ مناخ الاستثمار في مصر ده كان وضع، يعني خلينا نقول احنا في بدايه الامر يعني كان الوضع صعب جدا. على فكره يمكن حتى وكالات التصنيف الائتماني من ضمنهم وكاله فيتش على سبيل المثال، اللي احنا بقالنا ثلاث اربع خمس سنين كل شويه نقول ايه واشادت بالاقتصاد المصري وتوقعات، هي على فكره نفس الوكاله اللي جت في 2013 وقالت الاقتصاد المصري على وشك الافلاس، هي نفس الوكاله مش حد تاني. فعاوز اقول لا احنا يعني بذلنا جهد كبير جدا، بالرغم كمان حاجه ان الظروف ما ساعدتناش في اوقات كتير، صحيح. بمعنى احنا انتهينا من اصلاح اقتصادي، دخلنا في تداعيات كورونا، لسه بنتعافى من كورونا، دخلنا في الازمه الروسيه الاوكرانيه. يعني عاوز اقول ان لو كانت كمان الظروف يعني ساعدتنا لا كنا هنحقق نجاحات كتير، كانت الامور هتعدي بمراحل. طبعا طبعا طبعا. انا بشكرك جدا يا دكتور، نورتنا وشرفتنا بالمكالمه كما جرت العاده، واكيد هنتقابل قريب لانه هذا حديث شديد الاهميه ولا ينقطع.